معكم عماد من الشركة الكندية العالمية لتجارة مواد غذائية. اليوم هنستعرض معكم المنتجات التي يتم تصديرها للمملكة العربية السعودية. من المنتجات التي يتم تصديرها للمملكة العربية السعودية هي المنتجات البرازيلية. المنتجات البرازيلية التي يتم تصديرها للمملكة العربية السعودية هي المجمدات، الدجاج المجمد واللحوم المجمدة واللحوم البرازيلية المبردة. الدجاج البرازيلي المجمد، اللحوم البقرية المجمدة واللحوم البقرية المبردة. الشركة الكندية العالمية لتجارة مواد غذائية تختص في تصدير هذه المنتجات البرازيلية باستمرار إلى المملكة العربية السعودية. اليوم سوف نتكلم عن هذه المنتجات التي نصدرها للسعودية. من المنتجات التي نقوم بتصديرها إلى المملكة العربية السعودية هي الدجاج الشاورما المجمد من عدة مصانع. نقوم بتصدير هذه المنتجات البرازيلية الموثقة من Chamber of Commerce البرازيلي ومصدقة من السفارة السعودية من البرازيل إلى السعودية. هذه المنتجات هي منتجات مقبولة لدى هيئة الغذاء والدواء في السعودية، ويقوم العميل بالتأكد من المصانع مع هيئة مواد غذائية بأنها موثقة ومؤكدة بدخول هذه المنتجات في السعودية في السوق السعودي بدون أي مشاكل. نقوم أيضا بإصدار شهادات الحلال المطلوبة لدى هيئة الغذاء والدواء وشهادات المطابقة. من المنتجات التي نقوم أيضا بتصديرها هي منتجات الصدور المجمدة بتعبئات مختلفة، 2.5 كيلوغرام أو 15 كيلوغرام حسب طلب العميل. وأيضا نقوم بتصدير منتجات اللحوم المجمدة، ونقوم اليوم بشرح لكم هذه البراندات المصانع التي نقوم بتصديرها. إذا كنتم من الموردين في السعودية وتحتاجوا أي من هذه المنتجات البرازيلية، فنكون سعيدين بتأدية الخدمة لكم والعمل معكم على المدى البعيد. وشكرا لكم لتعاملكم مع الشركة الكندية للتجارة مواد غذائية.